اليوم عم نحكي عن زواج القاصرات اللي هي أكيد ظاهرة سلبية ومعقدة قديمة ولا زالت أكيد موجودة في مجتمعاتنا، زواج الفتيات قبل الوصول لسن الرشد، أكيد ربما لأسباب اجتماعية اقتصادية معينة وإلى آثار سلبية أكيد يا رشد. أكيد هايدي، اليوم عم نحكي عن حالة مثل ما قلتي هي قديمة ومستمرة، ولكن بوقتنا الحالي صار في نسب لها كتير يعني ما خفيفة عن السنوات السابقة. اليوم عم نحكي عن طفلة لم تبلغ العمر، خلينا نقول النضوج الحقيقي لحتى تكون هي صاحبة مسؤولية عن بيت أو طفل. يعني تخيل طفلة عم تربي طفل يعني بعمر ما في مسؤولية، مفروض تكون في بجامعتها أو بمدرستها. اليوم رح نروح لنحكي عن موضوع زواج القاصرات، التأثيرات النفسية والجسدية، وكيف نظر القانون السوري وأهم العقوبات يلي شرع القانون السوري. وضيفنا لليوم هو المحامي أحمد السيطري. يسعد صباحك أستاذ أحمد وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم. كيفك؟ نشكر الله، الله يسلمك، صباحك خير. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. زواج القاصرات أو مثل ما منقول الزواج المبكر، خلينا نشوف كيف عرفه القانون السوري. عرف القانون السوري الزواج المبكر هو اتحاد بين شخصين أحدهما أو كلاهما من المراهقين، وهي بتكون الفئة العمرية تبعهم من 13 ل 18 سنة. طبعا بكون الزواج هذا المبكر إما بكون رسمي يوسع أصولا لدى المحكمة الشرعية، وممكن يكون زواج عرفي. مثل ما تفضلتي بداية الحديث أنه حسب البيئة وحسب الجو العايش فيه الواحد ممكن يضطر لزواج العرفي، بس مع كل الأسف كمان هذا حالة يعني مؤثرة على المجتمع، والنضوج هذا أساس كل شيء. هذا كمان بأيدك بالفكرة أنه هذا بشكل بالمستقبل بشكل سلبي للحياة الزوجية. أكيد أستاذ أحمد، اليوم عم نحكي عن صبي أو شاب مراهق بعمر هنن ما بيعرف شو يعني مسؤولية، واليوم القانون شرع عمر مناسب للزواج. خلينا نحكي عن هذا العمر. العمر حدد القانون 18 سنة، يكون مطبق 18 سنة سواء الفتاة أو الشاب، وبموافقة الأبوين. بموافقة الأهل أكيد، بس في حالات مثل أنه رجع للقاضي الشرعي. نحن بداية أنه 18 سنة حدد القانون يكونوا ناضجين، بشكل شخصي باعتبار أنه أدنى عمر أنه يكون واحد ناضج سواء الفتاة ولا الصبي. والقانون بالنسبة للحالة هي أنه القاضي في حال الأب مثلا رفض أنه يتزوج وبنت راشدة وبالغة والزوج كمان لا بأس فيه، طبعا بيرجعوا للقاضي بيقدموا طلب للقاضي. إذا كان القاضي لقى في نضوج وفي فعلا حياة أسرية ممكن تستمر ممكن يعطي الموافقة، بس هون بهالحالة هاي بيبعتوا تبليغ للأب، بيطلب الأب أنه شو السبب اعتراضك أنت على الزواج. على حسب الوضع، مثلا إذا كان إنسان مو كويس أو شيء، ممكن القاضي هون لقى شيء سلبي بالنسبة للأب له مصلحة تانية، ممكن كمان هون يأخذ موافقة القاضي. يعني المحكمة الشرعية إجمالا كل القضاة الشرعيين يعني يعني بيحبزوا أنه توثيق الزواج. الاستثناءات اللي عم تفضلي عليها هون لما بيكون الزواج هو في حالة فوق 18 إذا كان الزوج كان كفو والأب رفض. الحالات الاستثنائية اللي عم تفضلي فيها هي ما بيكون عمرها 16 سنة البنت، هون القاضي كما يعني بدها تقدم، هي سن المراهقة تقدم للزواج، القاضي بينظر ولو كان الأب معه بينظر لوضع الاجتماعي، بينظر لحالتها النفسية، تفكيرها بالغة، بياخذ بيعطي معه يعني بيشوف انه شو وضعها، هل كفؤ انه تعيش، هل كفؤ انه تفتح بيت، هل اذا كان جاه ولد خرج انه تراعي، يعني خاصة هي الظروف. هي الظروف استاذي، يعني الطفلة هي بهالسن هذا اسمه في سن مراهقة، يا ترى اذا كان اجى ولد هل هي قادرة أنه تربي؟ هل قادرة أنه تعطي حياة الزوجية، زوجها، مسؤوليته، البيت؟ إذا كان عادت بالمجتمع أنه هي فتاة متزوجة، هل يعقل أنه تتأقلم مع المتزوجين؟ يعني التفكير هون بيضل محدود ما في شك. صح. مع كل أسف في حالة على سياق الحديث، حالة أنه في القاضي رفض وعدة مرات يعني صارت وهي قدامي، قدم زوج عمره 65 60 سنة، الأب أبو الطفلة عمره 40-45 سنة. قدموا للقاضي بدهم يتزوجوا، القاضي رفض. قال له أنت قد جد جدة، أنت يا أب على أي أساس؟ مع كل أسف طلع مصالح شخصية للأب، مادية أكيد يعني. للأب طلع مصالح شخصية أنه هذا عم يعيننا الأسرة، عم يعين. طيب عم يعين، طيب معناتها هي صفية فريسة، ضحية، هي دمرها مستقبلها. يعني على أي أساس أنت عم توافق تزوج بنتك لواحد فرق بيناتهم 30-35-40 سنة؟
في 50 سنة مرات صرفتها يعني قدامي كمان. حرام هالشيء هذا، حرام ما بيجوز. اكيد، وضحيه يمكن كمان العادات والتقاليد الموجوده ببعض المجتمعات، مع كل اسف خصوصي بالارياف. كمان ممكن تكون كثير في حالات طلاق بسبب هذا الموضوع، ويكون في اضرار نفسيه وجسمانيه. نعم. اليوم على البنت او الشاب، كمان خبرنا تفاصيل عن الأضرار. بالضبط، يعني البنت عم تدرس بالمدرسه، عم تكون بهالسن هذا، هي بحاجه مين يرعاها، وبحاجه يعني بتاخذ مصروفها وبتاخذ الرعايه، واما بتلبسها واما بتعتني فيها. اذا كان للدراسه، الام والاب لازم يهتموا فيهم بالدراسه. بهي المرحله هي المفروض انه الام بيت سر البنت مين؟ امها. صحيح. المفروض الام ضل ملاحقه الطفله، تقيم من راسها هالموضوع. الزواج، جارتنا تزوجت، رفيقتي تزوجت، بياخذوا قيمه او بالاحرى بياخذوا شيء انه هي ليش احسن مني، انا بدي اتزوج. بياخذوا فكره ان الحب والعشق والغرام. نعم. انه هذا هو، ما بيعرفوا شو في توالي لهالموضوع. يعني عدم مؤاخذه، يعني لو حكيتها، يعني بنتي محاميه تخرجت، اجاها نصيبها تزوجت لمحامي خالد الطير، يعني بهال تزوجت، اكمل دراستها، قد حالها للمستقبل، لا سمح الله صار شيء لاحد الاطراف، يعني يكون بس بنتي، لا، محامي صار له شيء، هي صار له شيء، يكون فيها مهنة، قد حالها، تعلمت الحياة، تعلمت الاجتماعية، خالطت العالم خلال ممارسة المهنة. هون شو صار؟ إذا وقعت بأي إشكالية بتعرف تدبر حالها. أما إذا كان مراهقة، مراهقة بتروح يلا بتمشي بالشارع بتلاقي الأطفال، أطفالها يعني 15 16 عم يلعبوا بالشارع، شلون هي بدها تيجي تفتح بيت؟ معناتها حالتها النفسية بتقابل أنت متزوجة، هل يعقل؟ خصوصا إذا قعدت بمجلس متزوجين. بغض النظر متزوجين كبار، هاي طفله حامله طفله، يعني ما بنعرف هي بنتها هي اختها الصغيره، هذا حرام، عم ينعكس بشكل سلبي عليها ونفسيا. هل رح تعرف تعامل الزوج وتأدبي له طلباته؟ لا سيما اذا كانت هي بهو اسمها مراهقه، معناتها تفكيرها غير ثابت. أكيد. اذا كان الزوج كان كبير بالعمر، معناتها ممكن يتحكم شغلات ثانيه بالنسبه للطفله. خلينا واقعيين، وهي ما بتعرف شو يعني. احد القرارات طلعت لوحده عمرها 17 سنه، اجى القاضي عم يقول لها تمسك العده من تاريخ اليوم. قالت شو العده؟ ما عم تعرف شو العده؟ شو يعني؟ ما اتفقنا هيك. والله عن جد قدامي صار هالشيء، هذا صار قدامي، يعني بستغرب، حرام. اكيد استاذ احمد، اليوم دائما الطفل هو الضحيه، وخاصه وقت اللي بيكون. نعم. ثمره هذا الزواج طلاق وانجاب اطفال، يعني اطفال مع بعضهم مع الام، يعني بعمر طفوله. طيب خلينا نروح للقانون السوري ونظر القانون السوري واهم العقوبات اللي شرعها بالزواج. نعم. المبكر. هلا العقوبه خاصرة. العقوبه من شهر لست شهور، اذا تم زواج خارج المحكمه عقوبه من شهر لست شهور، غرامه من 50 مليون ل 50,000 ل 100,000. واذا كان بوفاه الاب لا 50 مليون لا عكسناها الحقيقه 50,000 ل 100,000. رادعين هدول منيح يعني اليوم. بس بتمنى يكون اكثر، يعني 50,000 و 100,000 مقدور عليها، بس بتمنى انه يتشدد اكثر. والاب كمان اذا كان بعلم الاب، طبعا تكون الزوج المراهقه تكون بكر، واذا كان الاب كمان وكان موافق على هالشيء وتم خارج المحكمة العقوبة 25,000 ل 50,000. في ناس بتهرب يعني من هي العقوبة بالزواج على الورق او هذا الزواج العرفي. تمام. لبين ما انه تمت العمر قال بيروحوا بثبتوا بالمحكمة بهي الفترة. تمام. برافو. بصير 100 قصة يعني. برافو. يا هالتورة اذا كان اجى ولد شو بده يصير؟ صار مشكلة. عم يلجأوا هون، مع كل اسف كمان في هاي نقطة هلا دارجة كثير صارت، انه عم يروحوا يعملوا زواج إداري. نعم. وهن مخلفين ولد، قال مشان ما يصير لا غرامات ولا شيء، لا، المحكمة مش شرعية، متساهلة، ما هيك مواقف، بالرفع دعوى تثبيت زواج ونسب. عم تتزوج الوحدة، عم يصير عمرها، عم تتزوجها شهرين ثلاثة، بتيجي بدها تثبت نسب، طيب أنت شلون تزوجتي بهالوقت يا زوجي ويا زوجة؟ تزوجتوا بهالوقت بعد أربعة أشهر عم تثبتوا نسب طفل لإلكم كان بزواج عرفي؟ أكيد. نعم. يعني بنشكرك كثير استاذ احمد السيطري على كل المعلومات اللي قدمتها لليوم، واكيد بنتمنى يكون في توعيه اكثر عن زواج القاصرات، لانه اليوم يمكن بين الخوف من العنوسه وبين تقاليد هي المجتمعات عم بيكون في ضحايا. نعم. كثير. نعم. شكرا. نعم. استاذ احمد لحضورك. شكرا. اليوم هيك، ودائما احنا بصباحاتنا بنضوي على هدول المواضيع كرمال زياده التوعيه مثل ما قالت هايدي اليوم. شكرا كثير لكم، خلي يعني نخفف ضحايا بالمجتمع. شكرا. ان شاء الله. شكرا لحضورك.